باسم الأمومة والطفولة، باسم ما تبقى من عاطفة ومحبة. تتوجه نيف النجار، سكرتيرة من جريدة السفير، بنداء إلى المؤسسات الإنسانية اللبنانية والدولية، طالبة إعادة ابنها الوحيد علي. علي؟ بده يخطفك؟ اللي كانوا خاطفيني. انت كنت مخطوف؟ من امتين؟ زمان. امتين من زمان؟ ما بعرف زمان. انا جوزي مخطوف، صار له 20 سنة. حادث سيارة. حدا مات؟ لا، ما حدا مات، ما حدا مات. حل عن ربي، وامي انت ويا بقى. ما تحكي هيك مع بيك. صار لي 20 سنة عايش بلا بي. يعني صحت شوي، بطل عمري 22. قول شي، قول أي شي. عندي كيسة جديدة. طلع منيح، بركي لمحته. اسمه خليل شرف. خليل شرف، انا بعرف خليل. هيدي اخر صورة له قبل ما يخطفوه. هو استاذ ادب عربي، كان يكتب مقالات يحطوها بالجريدة. جوزك ما بعرف. ما بعرف.